إبراهيم عبد الصمد هو أحد نجوم الأهلي في السبعينيات من القرن الماضي. بدأ مشواره مع الكرة في نادي النصر القاهري، النادي الذي أهدى الأهلي الشيخ طه وأمين الشربيني، أحد أبرز نجومه التاريخيين. التقطته عيون كشاف الأهلي وضمته للنادي. بدأ مشواره الكروي باللعب بجوار صالح سليم وشقيقه طارق سليم، الشيخ طه، ميم الشربيني، ورفعت الفناجيلي، قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم جيل التلامذة مع أنور سلامة، هاني مصطفى، حسن حمدي، زيزو، صفوت عبد الحليم، والخطيب. لعب لمنتخب مصر وكان أحد أبرز نجوم الجناح الأيمن في النادي الأهلي والكرة المصرية، لقبوه بالجناح الطائر. مع إبراهيم عبد الصمد يحدثنا عن حياته ونشأته منذ داعبت أقدامه الكرة ومسيرته الطويلة مع التدريب. ابتديت لعب الكوره الاول في المنيره، في حي المنيره في القصر العيني، ونظرا لوجودنا جنب كان كليه الطب فيها ملاعب كبيره، فكنا بنروح نلعب هناك ساعات خمسيات بنسلي نفسينا. يعني كان النادي المصري القاهري كان ده واخد ملعب كليه الطب وبيتمرن هناك، فشافنا المجموعة كلها اللي بتلعب معانا فقال نعمل معاكم مباراة تجريبية كده. فالمهم لعبنا معاه مباراة تجريبية، فطلب مننا كلنا الانضمام للنادي المصري القاهري، ودي كانت بدايتي مع الكرة الكبيرة، لان احنا طبعا نشأتنا في حي المنيرة، يعني كنا بنلعب الكرة الشراب، وكان طبعا حي المنيرة بيضم طبعا بعد كده لعيبة على مستوى عالي جدا، الكابتن فاروق جعفر، الكابتن حمادة أمام، يعني ناس ممتازين في وأضافوا للكرة المصرية. حي المنيرة دايما كان بيخرج لعيبة على جيد من المهارات. انضمت للنادي المصري القاهري وابتدأت ألعب مع الناشئين، في تدرجت في فرق الناشئين في النادي المصري. كنا طبعا بنعمل ماتشات ودية وماتشات تجريبية وماتشات رسمية مع منطقة القاهرة، وكان كنا بنلعب طبعا مع النادي الأهلي، وما كانش فيه طبعا منطقة القاهرة ومنطقة جيزة، كان كلها القاهرة الكبرى، فكنا بنلعب مع نادي الزمالك وبنلعب مع نادي ترسانة. ابتدت الحمد لله ابتدت العيون تبقى عليا شوية، وابتدت النوادي تطلبنا، مش أنا لوحدي، أكتر من لعيبة في النادي المصري القاهرة. الحقيقة كان بيضم مجموعة من اللعيبة ممتازين الحقيقة، وعلى مستوى جيد جدا من المهارة والكفاءة يعني. وبالتالي كان النادي المصري القاهري الناس المسؤولين عنه والمدربين عنه كلهم بينتموا لنادي الزمالك، فكان الأول كان في اتفاقات بينهم وبين نادي الزمالك إن دايما اللعيبة الكويسة يروحوا نادي الزمالك الأول، وبعدين بعد كده نادي الزمالك يشوفهم ويشوف القصة ماشية إزاي وياخد اللي هو عايزهم. وبالتالي انتقلنا، إحنا كنا خمس لعيبة، يعني أتذكر أساميهم، يمكن محي بدوي وشوقي والكابتن ريدي الله يرحمه، روحنا إحنا الأربعة مع بعض في نادي الزمالك، قعدنا مدة طويلة حوالي مثلا 9 أشهر موسم بحاله يعني، بس ما وقعناش في نادي الزمالك يعني. في آخر السنة، آخر 7-8 أشهر دول، وقع اختيار نادي الزمالك على الثلاث لعيبة اللي موجودين معايا في النادي المصري، وأنا ما وقعش على الاختيار يعني. فقال لي جسمك صغير ولسه مستقبلك وكده. فالمهم طبعا كان دايما النوادي الصغيرة بتنتفع من النوادي الكبيرة زي نادي الزمالك ونادي الأهلي وكده، بمعونات زي مثلا أطقم، فانيلات، كور، ملابس كده. فالكابتن مصطفى يونس اللي هو كان مسؤول عن النادي المصري القاهري والكابتن إبراهيم حافظ قدموني، قالوا لي هنروح للنادي الأهلي برضه، هم عايزين يشوفوك في النادي الأهلي. فالمهم رحت للنادي الأهلي، خدوا لي ميعاد وانضميت للنادي الأهلي في فترة تدريبية كده. فاستقبلني الكابتن ميمي عبد الحميد، ربنا طبعا يشفيه طبعا، كل الدعاء لي إن شاء الله بالشفاء الحقيقة، من الناس الأفاضل اللي خيرهم عليا الحقيقة.
بعد ما اتمرنت مع المجموعه اللي في المرحله السنيه اللي معايا، فقال لي لا انت تستنى هتتمرن مع المجموعه اللي اكبر. فاتمرنت مع المجموعه اللي اكبر والحمد لله كنت يومها كنت موفق جدا الحمد لله جدا جدا. فقال لي انت جاي مع مين يعني انا؟ فقلت له الاداريين موجودين، انا جاي من عند النادي المصري القاهري والاداريين موجودين يعني في المدرج يعني. فقال لي طب قول لهم ما يمشوش. طلع اتفق معاهم وقال لهم لازم الاستغناء بتاعت ابراهيم تجيلي النهارده بكره بكتير يعني. وكان دي اول فتره ليا انضمامي للنادي الاهلي. تدرجت بقى مع المجموعه اللي هي 19 سنه في النادي الاهلي، وكان المسؤول عنها كابتن ميمي عبد الحميد. كان في وقتها في قصور في الناحيه اليمين في النادي الاهلي. الكابتن ابراهيم حسين كان متعدد الاصابات كتير برغم ان هو كان على كفاءه عاليه يعني. انا كنت بلعب جناح ايسر. انا طبعا الحمد لله كنت بجيد رجلايا اليمين ورجلايا الشمال، فكنت بلعب في الناحيه الشمال مع النادي المصري القهري. فالكابتن ميمي عبد الحميد قال لي لا احنا محتاجينك في الناحيه اليمين. فابتدت توجهاتي كلها تروح ناحيه اليمين. طبعا قعدت مده عبال ما اخد الوضع الجديد عليا طبعا، وانت ناحيه الشمال غير لما تكون في ناحيه اليمين يعني. الحمد لله في اجاده بالرجلين الاثنين لغايه دلوقتي، الناس ما يعرفوش انا اشول ولا ايمن لاجاده اللعب بالقدمين يعني. ساعتها طبعا قامت الحرب 67، ما كانش فيه بطوله دوري، وبالتالي النادي الاهلي كان ساعتها كنا بنتمرن بقى مع الفريق الاول. الفتره اللي كان فيها انقطاع الدوري دي 67 66 67 وكده، فكان دايما الاهلي طبعا دايما بيساعد الدوله في حاجات كتير، فكان بيسافر البلاد العربيه بيعمل ماتشات ودية، والإيراد بيبقى للمجهود الحربي نظرا لأننا كنا في النكسة، فكانش فيه دوري يعني. زي أم كلثوم كده لما كانت بتطلع تغني في البلاد العربية، النادي الأهلي كان ليه طبعا دور مجتمعي إنه بيساعد في المجهود الحربي، وبالتالي كان بيروح يلعب في البلاد العربية. كان أول سفرية للنادي الأهلي كان للبنان، وكان طبعا أنا ماليش دور فيها خالص لأن أنا كنت لسه منضم للمجموعة الكبيرة يعني. فالنادي الأهلي كان سافر لبنان، وكان معاهم طبعا الكابتن صالح وكل المجموعة اللي بيلعبوا في الفريق الأول باستثناء اللعيبة اللي منضمين للجيش يعني، زي كابتن رفعت فنجيلي، كابتن طه اسماعيل، المجموعة دي كلها كانت في الجيش، وإحنا المجموعة الصغيرة اللي منضمين للفريق الأول كنا قعدنا في القاهرة ما سافرناش. فلما جم المجموعه دي من لبنان، وكانوا طبعا ادوا مباريات قويه جدا وعملوا نتائج مميزه جدا، عملوا ماتش في النادي الاهلي بين المجموعه اللي سافرت لبنان بقياده الكابتن صالح سليم الله يرحمه، والمجموعه اللي ما سافرتش زائد مجموعه الناشئين اللي موجودين، وانا طبعا كنت منهم. وهم بيقولوا الاسامي في الاوضه، كان فريق متجر رئيس النادي طبعا ما اتقالش اسمي ولا في المجموعه بتاعت لبنان ولا في المجموعه بتاعت القاهره. فالكابتن ابراهيم حسين قام قال انا مصاب ومش هقدر العب الماتش ده. فالفريق المتجه قال للكابتن ميمي عبد الحميد مين اللي عندك ممكن يحل محله؟ فقال له معانا ناشئ جديد ابراهيم ممكن. فالكابتن الله يرحمه الفريق المتجه جابني وخدني على جنب وهداني وقال لي احنا متعشمين فيك ان انت طبعا تبقى من اللعيبه الممتازه عندنا. والحقيقه من ساعة ما بتدخل النادي الأهلي لازم النقطة دي نقول عليها كويس. على فكرة الناس كلها بتحتويك يعني، بتبقى داخل العيلة، كل اللعيبة الكبار بيحنوا عليك وبيطبطبوا عليك وبيوجهوك طول ما انت ماشي. العيلة اللي موجودة في النادي الأهلي دي ما أظنش أنها موجودة في حتة تانية، وإحنا اكتسبنا السلوكيات دي
بعدين لما اتجهنا بقى للتدريب ابتدى طبعا التعليم بتاعه اللعيبه الكبار اللي قابلناهم يا كابتن رفعت الكابتن صالح كابتن طارق الحقيقه بيحتوونا وبيدونا تعليمات طول ما احنا ماشيين. المهم عشان ما اطلعش من الموضوع الكابتن ميمي عبد الحميد بقى خدني على جنب وقال لي بص بقى طبعا الحمد لله المدرجات كانت كلها مليانه طبعا بما يضم النادي الاهلي من نجوم كلهم الكابتن صالح والكابتن طارق والكابتن رفعت فنجيل الكابتن طه الكابتن ابو غيده الكابتن شربيني يعني مش عايز انسى اسامي الكابتن فيصل بيبي ابو غيده سعيد ابو النور مروان مجموعه وانت بتلعب معاها طبعا الامور صعبه جدا يعني ناس بتتفرج عليهم في التلفزيون وبعدين فجاه بقيت في وسطيهم طبعا الاول الواحد بتاخده رهبه شديده جدا ان هو يبقى في وسط المجموعه دي الرهبه دي بيشيلها مجموعه المدربين اللي بيبقوا مسؤولين عنك فهم بيشيلوا منك الرهبه دي تدريجيا لغايه لما تدخل في وسط العيله فكابتن ميمي عبد الحميد قال لي بس فرصتك النهارده بقى لازم تبقى تورينا حاجه بقى ان شاء الله نبني عليها مستقبلك باذن الله يعني. طبعا الكلام ده بيهدي الواحد جدا نزلنا طبعا يعني الجمهور كله كان مع الفرقه اللي جايه من لبنان طبعا الكابتن صالح هو الكابتن بتاع الفرقه اللي كانت موجوده في لبنان وكان هو رئيس البعثه الجمهور كله كان مع المجموعه اللي جايه من لبنان يعني. فهم دخلوا فينا جون الاول وبعدين انا في كوره كده الكابتن رفعت فنجيلي الدهاني فرحت بيها كان الكابتن سايس الله يرحمه هو اللي واقف باك شمال فالمهم دخلت فيها لجوه وشطها برجلي الشمال جبت الجون الاولاني. الكابتن رفعت راح ناديه لي كان رفعت فنجيلي الله يرحمه ناداه لي وقال لي انت اسمك ايه؟ قلت له انا اسمي ابراهيم. قال لي بص انا عايزك تروح عند خط ال 18 بتاعنا تستلم الكوره من الجون وتدهاني ومش عايز اشوفك الا ورا الباك المنافس يعني. الحمد لله كانت عندي سرعات مش بطاله يعني كنت بقدر استغلها ان انا افوت من الخصوم يعني فالكابتن رفعت الحقيقه من النوعيات اللي هو بيقدر يعمل اسيست غير طبيعي من اللعيبه اللي يقدر يوصلك في الجون باقل مجهود وبالتالي الحمد لله طلعنا الشوط الثاني كسبانين 5-2 وانا الحمد لله كنت جايب 3 اجوان في الماتش ده والماتش ده بالذات بقى هو اللي خلاني العب في النادي الاهلي لان ابتدت الناس تشاور عليا وتقول ان ده هيبقى مستقبل النادي الاهلي في الجناح الايمن. ابتديت اتمرن طبعا مع الفريق الاول وابتديت اسافر مع الفريق الاول في السفريات اللي هي بيعملها مع المجهود الحربي في البلاد العربيه. كانت في سفرية قطر والكويت وقطر رحنا الكويت الأول وبعدين لعبت 5 دقايق في الماتش بتاع الكويت ده وبعدين في الماتش بتاع قطر طبعا قاعد احتياطي المجموعة طبعا الفريق الأول كله بيلعب يعني أسامي مش عايز أنسى حد الكابتن صالح والكابتن طارق رفعت الفنجيلي الكابتن شربيني الكابتن عادل هيكل أبو غيضة مروان محمدين فيصل بيبي أنور سلامة موجود مجموعة صعب إن أنت تبقى احتياطي مع المجموعة دي. المجموعة نزلت طبعاً وكنت أنا احتياطي وبعدين الكابتن أبو غيدة اتصاب في أول 10 دقايق كده فلقيت الكابتن طه طوخي بيقول لي سخن. قلت له أنا؟ قال لي قوم سخن. طبعاً أبو غيدة بيلعب مساك. انا بلعب جناح يمين فالمهم انا طبعا مستغرب من الموقف يعني فقمت طبعا سخنت فهو طبعا بالخبرات التدريبيه بتاعت الكابتن طه والحقيقه يعني انا بخصه بالذكر الحقيقه لان هو ده برضه من الماتشات المؤثره جدا في مسيرتي مع النادي الاهلي. رجع الكابتن محمدين لعب مساك لانه كان بيجيد طبعا المكان ده ولعبت انا في الجناح الايمن بدل الكابتن محمدين لما الكابتن ابو غيضه طلع. برضه الحقيقه الكابتن رفعت الحقيقه كان ليه الحقيقه دور كبير قوي ان انا اجيد في الماتش دوت برضه كان بيديني كور كتيره جدا من ورا المدافعين بحيث بيسهل لي الماموريه والحقيقه كسبنا بمكسب كويس قوي كان كسبنا 7 يوميها فجالنا تعليمات من بره ان احنا نوقف التسجيل وان احنا نبتدي ننقل الكوره عشان الشكل بتاع الفريق القطري ما يبقاش سيء يعني.
ده من الماتشات المؤثرة جدا في مسيرتي مع النادي الأهلي. حلوة ويديها لشريف مدكور وشريف التالتة والرابعة قدام حلوة ابراهيم عبد الصمد ساحب ساحب هو وزجالوس وحلوة الاوفر وفين على ابو جريشة. لما رجعنا بقى ابتديت ابقى من العناصر الرئيسية اللي بتتدرب مع الفريق الاول وابتديت اركز في تدريباتي كلها ناحية اليمين وطبعا مش عايز اغفل دور الكابتن ميمي عبد الحميد والكابتن طه الطوخي في مسيرتي في بدايتي في النادي الاهلي. الحقيقه كان ليهم دور كبير جدا في توجيهاتهم ليا وفي تدعيمهم ليا. وبعدين بعد كده الكابتن عبد الصالح الوحش ابتدى يستلم الفرقه برضه الحقيقه كان ليه دور كبير معايا واحنا الحقيقه اتعلمنا منهم حاجات كتير قوي 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 والسلوكيات والاخلاق قبل اللعب والتعامل مع الزمايل التعامل مع الفرق المنافسه التعامل مع الحكام. والحقيقه كل المبادئ والسلوكيات بتاعه النادي الاهلي دي متوارثه بحيث ان احنا لما بطلنا ابتدينا نعلمها للجيل اللي احنا بنبقى مسؤولين عنه وبالتالي الخبرات اللي احنا خدناها من اللعيبه القدام اللي كانوا مسؤولين عننا ابتدينا نديها للعيبه اللي احنا مسؤولين عنها. ابتديت العب بقى في النادي الاهلي في الدورات الصيفيه لان كان الدوري واقف ايامها. التلفزيون كان بيعمل دورات صيفيه في اسكندريه، كان بيعمل في ماتشات صيفيه بتتعمل في استاد القاهره. ابتديت طبعا الحمد لله ابتديت العب في الماتشات دي كاساسي كجناح ايمن للنادي الاهلي. ومن خلال الماتشات دي بينطقوا منها المنتخب مصر لان منتخب مصر كان ليه التزامات لازم يعملها بطولات افريقيا بغض النظر بقى ان احنا عندنا دوري وما عندناش دوري، لا في يعني مسؤوليات على منتخب مصر انه بيشترك في بطوله افريقيا والتصفيات بتاعت بطوله افريقيا. وبالتالي كانوا بينقوا المنتخب مصر من خلال الدورات الصيفيه والدورات اللي بيعملها التلفزيون في اسكندريه. النادي الاهلي في خلال الوقت دوت بما له من دور برضه مجتمعي ان هو بيدي الاحتكاكات القويه نظرا لما فيش احتكاكات محليه كان بيجيب لنا ماتشات خارجيه من بره نلعبها منها كان منشن جلاد باخ. وكان ليا الحقيقه كنت انا برغم ان انا كنت اصغر واحد من المجموعه انما نظرا لان في مجموعه كتير بطلت نظرا لان الدوري كان واقف مده طويله جدا وما كناش متوقعين ان الدوري يقف المده الطويله دي. فابتدت اللعيبه الكبار في السن يعني ابتدوا يبطلوا واحد ورا واحد. وبعدين طلعت المجموعه بتاعتنا بقى كلها الكابتن انور سلامه الكابتن هاني مصطفى انا موجود معاهم اللي حقنا الكابتن حسن حمدي والكابتن مصطفى يونس والكابتن اكرامي ومهر همام والمجموعه اللي جم بعدين وسمونا احنا بقى فرقه التلامذه. واللي قدر يكمل معانا كان الكابتن شربيني ربنا يديله الصحه ان شاء الله ويوفق. كان الكابتن شربيني هو اللي موجود اقدم واحد فينا يعني سمونا بقى فرقه التلامذه. ابتدت يختاروا منتخب مصر من دورات التلفزيون سواء الصيفيه او اللي بتتعمل على مدار السنه ماتشات الوديه يعني. فالحمد لله كان يعني اخترت ضمن المنتخب مصر. كان ساعتها بيستعد للسفر بيعمل ماتشات مع المانيا ومع روسيا. طبعا
كوني ان انا اختير في منتخب مصر لماتشات خارجيه وانا لسه ما لعبتش في بطوله الدوري، ده كان ليه الحقيقه تاثير جدا في مسيرتي مع النادي الاهلي يعني. فماتش المانيا الحقيقه كابتن عبد الصالح الحقيقه كان ليه برضه دور كبير معايا في القصه ديت، وماتش كان جامد جدا جدا، ولقيته في اخر ربع ساعه بيقول لي سخن، فلعبت اخر ربع ساعه في ماتش المانيا. فالمهم بعد الماتش بساله يعني انت يعني ليه اخر ربع ساعه وهم ضاغطيننا وكان ليهم السبق في التهديف علينا يعني، فقال لي لا انا كنت عايزك تبقى لان الماتش ده مسجل دوليا كنت عايزك تبقى لاعب دولي. فالحمد لله كان ده من الماتشات الدوليه اللي لعبتها، وعشان كده انا لعبت منتخب مصر، يمكن اللعيب الوحيد اللي لعب منتخب مصر قبل ما يلعب في الدوري المحلي. رجعنا بقى تاني على السنه 70، كان في الدوره الافريقيه كانت مقامه في السودان، كنت برضو مع المجموعه اللي سافرت مع منتخب مصر، كان الحمد لله كان ليا دور فيها وسافرت معاهم. كان عبد الصالح الكابتن عبد الصالح الوحش هو المسؤول فنيا عن الكابتن عن الفريق، كان الكابتن محمد حسن حلمي الله يرحمه كان هو مدير الفريق يعني. كان ليهم الكابتن حسن حلمي كان ليه توجه معين ان في مجموعه طبعا اقدم تلعب في الماتشات، وبالتالي ما كانش ليا دور في اللعب في الماتشات بتاعت المجاميع الاولانيه اللي هي دي. وبعدين اتنقلنا لما طلعنا اول المجموعه، اتنقلنا في الخرطوم ولعبنا هناك. ما كانش لينا حظ ان احنا يمكن الماتش الوحيد اللي السودان كسبتنا فيه، ما كانش ليا دور برضه في الماتشات دي. لما رجعنا بقى القاهره كان الهلال جاي معانا في الطياره، كنا هنلعب ماتش ودي مع النادي الاهلي، وكان الباك ليفت اللي بيلعب مع الفرقه دي اختير ضمن منتخب افريقيا، وانا كنت اللي بلعب وينج رايت في الماتش دوت. في الماتش ده بالذات بقى كسبنا 1-0، وانا الحمد لله اللي كنت مسجل الجون، كسبنا 1-0 في الماتش ده. ابتدت بقى 71 دخلنا على الماتشات، ابتدت الماتشات بتاعت الدوري ترجع سنه 71 و72. لعبت الماتشات الدوري، اول ماتشات لعبتها الاهداف اللي سجلتها في ماتشات الدوري كان ماتش دمياط وكسبنا 5-2، والحمد لله كان ليا دور كبير ان انا اسجل جونين في الماتش دوت. وابتديت بقى اتدرج في الماتشات كلها، بلعب مع النادي الاهلي وبلعب مع منتخب مصر في التصفيات سواء الأفريقية أو مؤهلة لكأس العالم. سنة 71 و72 برضو كان في موقف تاني لتوقف الدوري، كان في ماتش أهلي زمالك في استاد القاهرة، والكابتن الحكم حسب بنالتي على الكابتن مروان. الحقيقه الكابتن يعني من وجهه نظري طبعا الشخصيه انا يعني ما كانتش بنالتي، فبالتالي ابتدت في احتجاجات سواء من الجمهور او من اللعيبه، وابتدت في شويه جمهور، وابتدى في جمهور ينزل الملعب والماتش لم يكتمل. وبالتالي بعد الماتش ده كان حصلت زيطة جامدة جدا والجمهور نزل الملعب، ويعني ما كانش فيه أي سيطرة على المباراة، وبالتالي الحكم ألغى المباراة. بعد المباراة دي اتلغى الدوري تاني عشان المشاكل اللي حصلت في ماتش الأهلي والزمالك، وبالتالي رجعنا تاني من أول السطر إن الدوري ما اكتملش، ابتدينا نلعب تاني ماتشات ودية. الحقيقة الجيل ده مظلوم شوية، الجيل بتاع 67 ده مظلوم شوية، مع إنه بيضم مجموعة من اللعيبة الممتازين جدا يعني، أذكرهم بالاسم، الكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه طبعا، ده يعني من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في الجيل بتاعنا، والكابتن والنادي الاسماعيلي كان يعني استعاره لما كان بيلعب في ماتشات افريقيا وسافر معاهم كل الماتشات بتاعت افريقيا، واختير ضمن المنتخب بتاع افريقيا ربنا يشفيه، الكابتن انور السلام، الكابتن محمود عبد الحي، الكابتن عادل الجمال، يعني الكابتن فتحي مبروك دخل معانا
الكابتن مصطفى يونس والكابتن اكرامي الكابتن حسن حمدي الكابتن مهدي همام المجموعه دي كلها كملت وسمونا فرقه التلامذه. الكابتن صالح الله يرحمه قال لنا ايه في ساعه لما استلم مدير الكوره، قال لنا الفرقه دي هتبقى عندها مشكله السنه الاولانيه، انما بعد السنه الاولانيه الفرقه دي ما حدش هيكسبها وهتكسبوا كل البطولات سواء الدوري او الكاس على مدار السنين اللي جايه، لان المجموعه دي بتضم مجموعه من احسن لاعبي مصر. فالحقيقه كلامه كان مظبوط، وهو من النوع الحقيقه اللي هو بيبص للمستقبل قوي، يعني سابق الناس كلها، وده يمكن سبب نجاح الكابتن صالح الله يرحمه، يعني في كل قراراته كلها بتبقى سابقه الناس. هو بيقولوا عليه دكتاتوري، لا هو ما كانش دكتاتوري ولا حاجه، بالعكس هو كل القرارات بتاعته عشان هي نبعه من مصلحه النادي الاهلي، فبالتالي القرارات كلها بتبقى سليمه ولمصلحه النادي، وفي دلائل كتيره جدا على الحاجات اللي انا بقولها بالنسبه للكابتن صالح. الكابتن صالح برغم ان انا مقرب منه جدا، يعني كانت يعني ما اعرفش الكاريزما بتاعتنا كانت متلاقيه جدا، رغم ان انا قريب زي ما بقول يعني منه، وكان الحقيقه بيحبني جدا ودايما بيجيبني ساعات الماتشات وبيوجهني، وقبل الماتشات وبعد الماتشات ويقول لي اخطائك ايه والحاجات اللي المفروض تعملها ايه. في ماتش من الماتشات او في تدريب من التدريبات كانت الكوع اللي بتوصلني قليله جدا، وانا ببقى حماسي جدا وانا بلعب، وبحب دايما ابقى مشترك في كل الهجمات اللي النادي الاهلي بيعملها، فابتديت اتعصب شويه لقله الكرات اللي بتجيني، فابتديت اتعصب على زمايلي، بطريقه مش مظبوطه يعني. فبالتالي الكابتن صالح ندهلي من وسط الملعب وقال لي لا، في ايقاف اسبوع لمده اسبوع عشان اللي انت بتعمله لازم يبقى تعاملك مع زمايلك بطريقه احسن من كده، وهما ما فيش حد بيقصد انه ما يديلكش يعني. افتكر طبعا الماتشات الكويسه اللي انا لعبتها في مسيرتي مع النادي الاهلي، كان ماتش الاسماعيلي في عندنا في ملعب النادي الاهلي، فالكابتن الله يرحمه برضو الاستاذ نجيب المستكاوي الحقيقه كان من الناس المتبنييني اعلاميا، والحقيقه كان دايما بيقول ايه، يعني منتخب مصر حطوا الكابتن ابراهيم عبد الصمد الاول وبعدين اختاروا العشرة، وهو يمكن اللي اطلق عليا النجم الطائر والنجم الساطع، قعد يقول عليا كلام كبير جدا، يعني اتمنى ان اكون استحقيته في الوقت اللي انا كنت بلعب فيه. الكابتن نجيب المستكاوي الحقيقه كان من النوع اللي بينقد بطريقه، برغم صداقتي الشديده ليه، انما كان بينقد بطريقه جيده جدا، وكان النقد بتاعه ده الحقيقه بيشجعنا ان احنا نجيد وان احنا نتمرن بطريقه جيده بحيث نقدر نحقق المستوى المطلوب. كان في مشكله بتقابلني دايما لما رحت النادي، الضربات الركنيه الحقيقه كنت لا اجيدها تماما، يعني كل الايات القرانيه اللي انا حافظها كنت بقولها وانا رايح اشوط الكورنر الحقيقه ما كنتش موفق فيها. الكابتن حسين مدكوش الله يرحمه كان مدير كوره ساعتها، نزل لي كان دايما بيتفرج من المقصوره، فنزل من المقصوره بيقول لي انت مش بتلعب برجلك الشمال كويس؟ قلت له بلعب برجلي الشمال كويس. قال لي طيب نشوط من ناحيه اليمين برجلي الشمال كده والرهان، فشطها من ناحيه اليمين برجلي الشمال الحقيقه لقيتها بتروح في حته كويسه قوي. قال لي طب تعالى بقى نروح ناحيه الشمال، روحنا ناحيه الشمال. قال لي شطها لي بقى برجلك اليمين ووريني القصه ايه، فشطها برجلي اليمين لقيتها برضه بتروح في اماكن جيده. وبالتالي ابتديت بقى بعد نهايه كل تمرين بقى اللي هي بقى التدريبات التخصصيه اللي احنا بننادي ان احنا نزودها للعيبه، لما مسكنا التدريب قطاع التدريب وكده، التدريبات التخصصيه دي بما ليها من اثر ناجح جدا في ان النادي يحرز الاهداف. الشمال بتلعب الشمال برضه، دايما
حسن الحسن بيلعبها حلوه ويديها لشريف مدكور، وشريف الثالثه والرابعه قدام حلوه ابراهيم عبد الصمد ساحب، ساحب هو وحلوه الاوفر وبين على ابو جريشه. نظرا لتوقف الكوره مده طويله في عشان برضو النكسه، كان كابتن شربيني كان جاله عقد في لبنان يمرن النادي الحكمه، فاشار عليا ان انا اروح معاه. الفريق المنتج الحقيقه كان ليه دور كبير جدا في القصه ديت، لما قعدت معاه وفهمته ان انا يعني هروح العب الثلاث اربع اشهر دول مع النادي الحكمه برضو عشان الدنيا يعني الدوري واقف، وانا حريص على ان انا يعني الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه تبقى مكتمله يعني لما ارجع. فالفريق المنتج الحقيقه ما اعترضش، ما خدش منه الموقف دقيقه، نظرا برضه لانه بيعاملنا كاب، شايف ان ده في مصلحتي انا كلاعب كوره ان هو يديني الفرصه دي ان انا احتك بره بطريقه كويسه. خلصت الاربع اشهر ورجعت تاني وجبت الورق بتاعي من نادي الحكمة. النادي الأهلي كان دايما بيأمن لنا ماتشات ودية تجريبية مع فرق عالمية، برغم ان النشاط كان جه في سنة 72-73، انما قدر يتعاقد مع نادي سانتوس، وطبعا نادي سانتوس ده بيضم الكابتن بيليه، ده من احسن لعيبة العالم، وبالتالي لعبنا ماتش سانتوس ده 73. طبعا ما كناش موفقين طبعا، نظرا لان برضو الاحتكاكات الأجنبية ما كانتش متوفرة بصورة جيدة زي ما هي متوفرة للجيل الحالي من اللعيبة، وبالتالي نادي الأهلي كان بيشوف أي توقف للدوري العام، لأن الدوري العام كان رجع 72-73، إنه يقدر يخلينا نحتك مع فرق أجنبية لأنه نزيد قدراتنا الفنية والبدنية قدام عشان نفيد النادي الأهلي ونفيد منتخب مصر. وبالتالي لعبنا ماتش سانتوس زي ما بقول يعني ما كناش موفقين في الماتش دوت. أوش بالسبع وجاير بيديله هات وخد شوط بليه حلوه، جول بليه، جول بليه الثاني، جول بليه الثاني، خده كاب خده حلوه جول جول جول، خدها خدها، مفيش حيطه مفيش حيطه، وقفوا كل لعيبه، كان لازم تتعمل حيطه كويسه، كان لازم تتعمل حيطه كويسه. بالتالي اتفق مع فرقه منشن جلادباخ الالمانيه انها تيجي تلعبنا. الحقيقه الماتش ده برغم ان انا سني كان صغير، انما ظروف الماتش دوت خلتني انا ابقى كابتن الفرقه في الماتش ده بالذات. الماتش ده كان طلعنا بنتيجه 2-2. بعد رجوع الدوري تاني 74 و75 75 و76 انا كان ليا الشرف ان انا اكون موجود مع المجموعه اللي كسبت الدوري العام السنتين دول قبل ما اعتزل. ما اعتزلتش، لا، كان في خدت الدوري مرتين مع النادي الاهلي، وبعدين جالي ظروف اصابه كده صغننه في رجلي، طولت معايا شويه. كان كابتن مصطفى عبده ابتدى يظهر على السطح، وبالتالي لقيت ان الفرصه ضعيفه ليا ان انا استمر بنفس الكفاءه وبنفس المقدره في صفوف النادي الاهلي، فيعني فضلت ان انا اسافر بره. طبعا خدت مني الموضوع السفر ده مده طويله مع مجلس الاداره، وبالتالي الحمد لله وافقوا. سافرت الامارات، لعبت مع نادي الوصل سنتين. الحاج مصطفى كامل محمود كان ماسك اتحاد الكوره هناك، وكان ماسك لجنه الحكام، فقلت له انا عايز يعني اتجه يا اما للتحكيم يا اما للتدريب اللي انت عايزه. قال لي طب ما تجرب معانا التحكيم شويه كده. دخلت، كان الكابتن علي انديل هو اللي بيحاضر في الامارات يعني، دخلت معاه المحاضرات ووفقت ونجحت، وقعدت ثلاث اشهر في مجال التحكيم. لقيت ساعتها بقى الواحد بيبتدي يشوف اتجاهاته، مجال التحكيم هقدر امشي فيه ولا مش همشي فيه. لقيت الامور صعبه عليا جدا في مجال التحكيم،
فقلت للحاج مصطفى كامل انا لا انا شايف ان انا يعني مش هقدر اكمل في القصه بتاعه التحكيم دي. انا عايز ادخل مجال التدريب بس عايز ادخله وانا متعلم. يعني انا مش متعلم حاجه، انا عايز ابتدي اخد دراسات وعايز اخد دراسات تدريب على مستوى جيد عشان ادخل المجال وانا متعلم فيه يعني. فالمهم عملنا جواب الاتحاد الانجليزي طبعا بمساعدته الله يرحمه، يعني الاتحاد الانجليزي بعت لنا بيوافق على انضمامي للدراسات التدريبيه اللي مقامه في انجلترا. رحت قعدت هناك لمده شهر في انجلترا، خدت دراسات التدريب الاوليه اللي هي الاساسيه وادوني الشهاده اللي حاصل عليها. رجعت تاني الامارات اشتغلت في النادي الاهلي، مسكت قطاع الناشئين في النادي الاهلي في دبي، وكان الكابتن شحت الله يرحمه ماسك الفريق الاول ساعتها مع الكابتن مشير عثمان. قعدت 3 سنين مع النادي الاهلي، مسكت قطاع الناشئين في نادي الشرقة فريق 15 سنة. والحقيقة كان برضو الحظ كان مساعدني، الكابتن جوهري جه مسك نادي الشرقة لمدة سنة، طلب ان هو ان انا اساعده، فكنت بمسك الفرقة الصغيرة الصبح وما بساعد مع الكابتن جوهري في السنة اللي هو مسك فيها نادي الشرقة، كنت بساعده بعد الظهر. الحقيقة الكابتن جوهري كان ليه دور كبير معايا في القصة ديت، لان انا قلت له يعني انا عايزه الخبرات اللي انا اكتسبتها بقى في الناحيه التدريبيه ان انا ارد جميل النادي الاهلي ليا، وان انا عايز ارجع بقى مصر ان انا انضم لقطاع الناشئين. انضميت لقطاع الناشئين في النادي الاهلي في سنه اول ما وصلت القاهره على طول 84 سنه 84 85 انضميت لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. رجعت من الامارات مسكت قطاع الناشئين وتدرجت في سنه 83 84، قعدت سنتين مع قطاع الناشئين. الحقيقه السنه دي بقى حصل فيها حاجات مش مظبوطه، وحصل فيها تمرد من لاعبي النادي الاهلي انهم مش عايزين يلعبوا الماتشات، فبالتالي كان في قرار مجلس اداره ان قطاع ال 20 سنه وال 19 سنه هم اللي يلعبوا الماتش مع نادي الزمالك بما كان يضم، وكان ساعات بيضم لعيبه الحقيقه اكثر من ممتازين نادي الزمالك، وقالوا النادي الاهلي مش هيبقى ليه فرصه ان هو يفوز في الماتش ده. الحقيقه كان قطاع الناشئين بيضم مجموعه من المدربين المؤهلين جدا، الكابتن عادل وانا كنت موجود، والكابتن يعني اكتر من كباتن كانوا موجودين، الكابتن انور سلامه، يعني مجموعه كبيره جدا الحقيقه كانوا موجودين في القطاع، وبالتالي كان تدريبهم للقطاع على مستوى عالي جدا، والقطاع كان بيضم لعيبه ممتازين جدا. ف فرقه ال 20 سنه و 19 سنه هم اللي لعبوا ماتش الزمالك تحت قياده الكابتن الجوهري، برغم ان كان في انتكاسه يعني واضراب من اللعيبه، انما قرار تربوي من مجلس اداره النادي الاهلي، وده احنا متعودين عليه من مجلس اداره النادي الاهلي انه بياخد قرارات صارمه ولمصلحه النادي ما فيهاش اي مصالح شخصيه، وبالتالي عشان الاراء كلها متفقه في مجلس الاداره ان المبادئ ما بتتجزأش، وان ما فيش لعيب اكبر من النادي الاهلي، ما فيش لعيب يقدر يمشي كلامه عن النادي الاهلي، وبالتالي ما لعبوش كل فريق الاول اللي عملوا الاضراب دوت، واشركوا فريق الناشئين كلهم، والحقيقه كان الحقيقه ادوا اداء جيد جدا وقدروا يكسبوا المباراه، وبالتالي المبادئ هي اللي انتصرت في الماتش ده. قلت انا عايز اطور نفسي شويه وابتدي اشوف فرق كبيره. رحت نادي غزل دمياط، كان بينافس على الصعود، يعني كان في الفرقه الدرجه الاولى، وكان النظام ساعتها ان الفرقه اللي تطلع اول بتطلع درجه اولى على طول يعني. الحقيقه عملت موسم جيد جدا، بس طبعا
صدفتني مشاكل كتيرة مع الإدارة. احنا متعودين في النادي الأهلي ان الإدارة ما بتتدخلش الا في الأوقات المناسبة. لما لقيت مع اني وصلت في مع فريق غزل دمياط للنهائيات وكان عندنا ماتش في بورسعيد مع نادي المريخ, التعادل لمصلحة المريخ, لو المريخ طلع تعادل يبقى هو اللي يطلع درجة الأولى. ما موفقناش في الماتش ده وتعادلنا 1-1, فالمريخ اللي طلع. بعد الماتش ده قلت لا, يعني الأمور صعبة بالنسبة لتعامل الإدارة مع احنا مش متعودين على تدخلات الإدارة في الأمور الفنية. فبالتالي رجعت قطاع الناشئين تاني وابتديت أمسك الفرق الصغيرة من الأول. مسكت 15 سنة وتدرجت مع فرق الناشئين. مسكت 20 سنة زي ما بقول لك, كابتن صالح اداني مسؤولية 20 سنة, ولما طلعت المجموعة الكويسة دي فقال لي لا انت بقى ايه, انت عملت اللي عليك, يعني تبتدي تطلع لنا مجموعة تانية. في الفترة دي الحقيقة برضو الدراسات اللي انا خدتها, رحت عملت دراسات في لايبزيج, النادي الاهلي بعتني دراسات لايبزيج, رحت قعدت شهر. كان معانا مجموعه من مدربين النادي الاهلي, الكابتن احمد عبد الباقي, الكابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه. النادي الاهلي كان دايما بيكافئ المدربين انهم بيبعتوهم عشان يعني يطوروا اساليبهم التدريبيه بما يتناسب مع المستوى العالمي. وبالتالي رحنا لايبزيج قعدنا حوالي شهر ونص ورجعنا. كنت انا قبل ما اسافر كنت انا ماسك ال 20 سنه. فلما رجعت من دوره لايبزيج, الكابتن صالح والكابتن طارق الله يرحمهم يعني قعدوا معايا, وكنت ماسك ال 20 سنه قبل ما اسافر. فطلعت بقى مجموعه اللعيبه اللي انا قلت لك عليهم دول, كابتن محمد عبد الجليل وعطف عبد الهادي, الاسامي اللي انا ذكرتها كلها بينهم هاني رمزي, يعني مجموعه كبيره يعني مش قادر افتكر اساميهم كلهم يعني, انما كلهم ليهم باع طويل دلوقتي في الحاجات اللي هم ماسكينها. حموده ماسك الوادي دجله, وعبد الجليل ما شاء الله ماسك المقاصه, وهاني رمزي ما شاء الله دلوقتي مع المنتخبات يعني. فالمجموعه كلها بتتولى مناصب قياديه. المهم ما كابتن صالح وكابتن طارق قعدوا معايا لما رجعت وقالوا لي خلاص انت عملت اللي عليك وطلعت لنا كل المجموعه دي, عايزينك تبتدي لنا تاني وتطلع لنا مجموعه تانيه. الحقيقة برضو خدت مني وقت, زعلت شوية صغيرين كده, بس قلت إن النادي الأهلي طبعا خيروا علينا وفضلوا علينا, ويعني مهما الواحد قال على أفضل النادي الأهلي علينا ما نقدرش نوفي حقه. فرجعت تاني مسكت الولد الصغيرين من 15 سنة وابتديت عناية بقى, واحنا بنلعب المجاميع ديت ابتدينا نشوف اللعيبة اللي ممكن نضمها للنادي الأهلي. في الفترة دي أنا جبت أكتر من لعيب بره, جبت محمد فاروق من نادي إسكو وهو 12 سنة, ومحمد فاروق كمل لغاية الفريق الأول. جبت حسن مصطفى من مركز شباب الجزيرة وهو برضه سنه 11 سنة 12 سنة. جبت هادي خشبة من أسيوط وهو برضه سنه في نفس السن ده. جبت هشام حنفي من نادي الصيد وهو في نفس المرحلة دي. كل اللعيبة اللي أنا نشنت عليها من بره وجبتها النادي الأهلي كملوا لصفوف النادي الأهلي. وده عايز أدخل لك بقى في حتة النظرة المستقبلية, يعني مدربين الناشئين لازم يبقى عندهم نظرة مستقبلية للعيبة, يعني يقول اللعيب ده لا ده هيكمل في النادي الأهلي. الحمد لله دي موجودة عندي, والمجموعة اللي أنا اخترتها وجبتها من بره وكلها بمبالغ بسيطة جدا قدروا يكملوا في النادي الأهلي وانضموا لمنتخب مصر. الوليد صلاح الدين كان بيلعب راس حرب, قلت له لا مش تلعب راس حرب, أنا هلعبك في حتة جديدة خالص, أنا هلعبك تحت راس الحرب. خدت منه وقت شوية زعلان, يعني حاسس إن الحتة دي مش هيوجد فيها, إنما لما أجد فيها يعني من ساعة ما حطيته فيها ما تشالش منها لغاية لما بطل. هشام حنفي نفس الوضع, كان جاي لي عايز يلعب راس حربة. كل طبعا انت عارف اللعيبة الصغيرة عايزين يجيبوا جوان وكده, على اساس ان اللي بيجيب جوان هو بيبقى ليه الصيت الاكبر يعني. فقلت له لا يا هشام, انت هتلعب في وسط الملعب, والمكان ده
لو لعبت فيه ان شاء الله باذن الله هتجيد فيه وهتكمل فيه. طبعا خد مني وقت زعل مني شويه وجاب لي بابا وجاب لي حاجه وقعد خد مني وقت وزعلان انه انا هلعبه في المكان ده. فلما ابتدى يتحط في المكان ده وابتدى يجيد فيه حس بوقتيته، لان هشام حنفي ما شاء الله عنده تصويبات هايله وعنده قوه اراده هايله في الملعب، وبالتالي هشام حنفي بده لغايه ما بطل لعب في الملعب ده، لعب نادي اهلي ولعب منتخب مصر، لعب في المكان اللي انا اخترته له. فمدربين الناشئين لازم يبقى حته البوزيشن دي موجود عندهم، اولا الانتقاء الاول، الانتقاء الاول، وبعدين بعد كده ان تحط اللعيب في المكان اللي انت حاسس انه هيجيد فيه وانه يكمل فيه. مش الغرض من الناشئين ولا مسابقات الناشئين ان انت تكسب بطوله بس، لا، الغرض ان انت تطلع لعيبه تنضم للفريق الاول، وده هو ده مكسب قطاع الناشئين من المدربين اللي موجودين يعني. فبالتالي المجموعه اللي انا اخترتها كلها ومن بره الحقيقه كلهم كملوا. عمرو الدالي كمان كان باك ليفت من الناس المتين، ويعني ما كانش ليه ظروف في النادي الاهلي وطلع وكمل بره مع حرس الحدود وكان ليه باع طويل معاهم. كابتن صالح كان ليه موقف معايا برضو، احنا ماسكين قطاع الناشئين، كنت انا يمكن اكبر واحد ساعتها، فادوني ان انا امسك قطاع الناشئين. كان في بطوله قطاعات الاتحاد هو اللي بيعملها، وكان بعت لنا لائحه من اول السنه ان الماتشات بتقام على فترتين، فتره في ملعبك، ماتش في ملعبك وماتش في ملعب القسم. ابتدى يأجل ماتشات كتيره جدا في وسط السنه واتزنق في الفتره الاخرانيه، اتزنق فجاه في المراحل النهائيه من البطوله راح بعت لنا لائحه جديده خالص بدون ما يشركنا في القرعه وبدون ما يشركنا في اي حاجه وبدون ما يبعت لنا، بعت لنا لائحه جديده خالص. فاللائحه الجديده بتقول ان احنا نلعب في ملعب الخصم، بلعب المنصوره في المنصوره وبلعب الزمالك في الزمالك وبلعب الترسانه في الترسانه. طبعا يعني لازم يبقى فيه تكافؤ فرص وانت بتلعب الماتشات النهائيه. كان الكابتن احمد عبد الباقي هو اللي ماسك، والكابتن عبد الرحيم اللي ماسك بتاعه، وانا كنت ماسك قطاع الناشئين ايامها يعني. فملهاش حل، لازم الاداره تتدخل. طلبت الكابتن صالح قلت له بعد اذنك انا عايز اقعد معاك يعني. خدت موعد منه وقعدت معاه، قال لي ايه الموضوع؟ قلت له الموضوع كذا، ان كانت عندنا لائحه بتقول ان احنا هنلعب ماتش بره وماتش جوه، فبعت لنا لائحه تانية في وسط السنه ان الماتش بره وعمل قرعه بدون حضورنا وان الماتشات كلها بره. قال لي اللائحه القديمه معاك؟ قلت له قال لي جيبها لي. الله يرحمه الكابتن عم جمعه كان هو ماسك الاداريات بتاعت النادي الاهلي، جبنا اللائحه والكابتن صالح شافها واحنا قاعدين في نفس القعده. الكابتن صالح كان ليه قرارات شديده بس لمصلحه النادي، قال لي انسحب اول ما قرا اللائحه القديمه وقرا اللائحه، قال لي انسحب من البطوله. قلت له يا كابتن هنبعت جواب هننسحب، قال لي بقول لك انسحب، ده قرار مجلس اداره انا بقوله لك. بعتنا جواب وانسحبنا، وكان كابتن احمد مصطفى طلبني، كان ماسك هو قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وقال لي هتعمل ايه؟ قلت له لا احنا هننسحب. فالكابتن احمد مصطفى احنا كنا في الجدول، احنا الماتش الاولاني باي مش هنلعب وهو هيلعب، فقلق ان احنا يعني انا قلت له ان احنا هننسحب وما ننسحبش، فلعب الماتش الاولاني. فجه علينا الماتش الثاني كان يوم اثنين، فاحنا طبعا انسحبنا وبعتين جواب للاتحاد ان احنا مش هنلعب الماتشات بتاعتنا فما لعبناش. راح الزمالك راح منسحب من البطوله، الاسماعيلي راح منسحب من البطوله، المقاولين راح منسحب من البطوله، واتلغت البطوله في سنتها. وده من القرارات اللي الواحد بيحترمها، لان لازم تبقى وانت بتدي القرار بتبقى على قدر المسؤوليه والمصلحه النادي الاهلي. يعني كابتن صالح كان دايما بيدي القرار، ما فيش مصلحه شخصيه في القرار، المصلحه للنادي الاهلي. كنا احنا بنعمل فترات الاعداد بتاعتنا في مرسى مطروح، كان الملاعب لسه كلها رمل هناك، وكان نظام الخيم مش الشاليهات اللي موجوده دلوقتي، وكان نعمل بطاقات الاعداد بتاعتنا هناك، فكنا واخدين الفرق بتاعتنا كلها هناك.
فالكابتن صالح كلمني وقال لي لازم تيجي لي بكره. طبعا ابو الاتوبيس وكنت في القاهره على الميعاد اللي هو مدهوني، قعدت معاه وقال لي انت عندك كام فرقه؟ قلت له انا عندي 10 فرق. قال لي كل فرقه كام؟ قلت له كل فرقه 25 لعيب. قال لي لا بص بقى، احنا عايزين ال 10 فرق دول يبقوا 5 فرق. يا كابتن صالح القرار ده معناه ان احنا هنمشي 525 لعيب. قال لي اه، وفاكر الكلمه بقى اللي قالها لي، اه مقى عينيك بقى انت وزمايلك وطلع لي احسن مجموعه في كل الاعمار السنيه. انا مش عايز بطولات، انا عايز لعيبه يلعبوا مع الفريق الاول. قلت له يا كابتن عدد كبير. قال لي لا، وخد عندك دي كمان، انا عايز كل فرقه 18 لعيب مش 25، يعني هنشيل كمان 7 من الخمس فرق، يبقى 35 مع 125 يعني 160 لعيب. يا كابتن صالح 160 لاعب ده كتير يا كابتن. قال لي بص يا ابراهيم، ده قرار مجلس اداره، نفذ. ابتدينا طبعا نشوف كل فرقه على حده، وبنقعد كلنا المجموعه كلها، مفيش راي واحد، نشوف اللعيبه كلها ونشوف مين اللعيبه اللي تصلح للنادي الاهلي في الفتره القادمه يعني. وبالتالي كان قراراتنا كلها الحمد لله ما اختلفناش على حد خالص، الا في حدود ضيقه جدا نظرا لان المسابقات اللي هنشترك فيها، بدل ما هنشترك في 10 مسابقات هنشترك في 5 مسابقات بس، وبالتالي في مسابقات مش هنشترك فيها، ففي لعيبه ممكن يكونوا كويسين بس يعني ما وقعش عليهم الاختيار. من اللعيبه دي لاسباب معينه، من اللعيبه دي كان عندنا اصابات، كابتن سيد عبد الحفيظ كان عنده اصابه في رجليه تمنعه، وبالتالي كان في الاعمار السنيه اللي هي مش هتلعب. احمد فوزي الحارس برضه نفس الكلام، ما كانش ليه فرصه ان هو يبقى موجود. احمد سراج اللي هو ماسك ال 2001 عندنا دلوقتي في النادي الاهلي وبيأدي الحقيقه، بيعمل نتائج جيده جدا مع فرقته دلوقتي، الثلاثه دول ما كانش ليهم مكان. فقلت لهم لا، دول لعيبه كويسه قوي يا جماعه، ما ينفعش نسيبهم. فبالتالي كان عندنا اتفاقيه مع نادي النيل، كابتن احمد ماهي كان ماسك المدير النادي، فبالتالي اتفقت معاه ان اللعيبه دي ينضموا لنادي النيل ونجيبهم السنه اللي بعديها. وخدت منه استغناءات مسبقه حطيتها في النادي عند عم جمعه الله يرحمه، وابتديت امرنهم في نادي النيل وبيلعبوا المسابقات بتاعتنا في منطقه القاهره زي اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. الحمد لله كانت نظره مستقبليه مني ليهم الحقيقه. كابتن سيد عبد الحفيظ رجعته في اخر السنه، والكابتن احمد سراج والكابتن احمد فوزي وكلهم كملوا. الحمد لله كانت نظره مستقبليه لمدربين الناشئين لازم تبقى موجوده. كان قرار بالنسبه لي كان مهم ان انا ابتدي امسك فرق كبيره يعني. رحت غزل دمياط تاني، الحقيقه قابلت مشاكل كبيره جدا مع الجهاز الاداري للنادي، برغم ان احنا كنا بننافس على الصعود وعاملين اللائحه من اول السنه دي لائحه صعود، فبالتالي لما ابتدينا نكسب وابتدينا نحط رجلينا على المركز الاول، وكنا سابقين نادي الكروم بحوالي 7 بونت. نادي الكروم كان بينافسنا في الدوري دوت. ابتدى السكرتير النادي، مش عايز اقول اسامي يعني الله يرحمه يعني، ابتدى يقول لي لا انا مش معقول انا هجيب للعيبه فلوس منين؟ انتوا عمالين تكسبوا يا كابتن، ما احنا متفقين على اللائحه ودي لائحه الصعود وانتوا ماضيين عليها كمجلس اداره ومتفقين عليها من اول السنه. قال لي لا انا مش هقدر انفذ اللائحه ديت، انا مش هقدر انفذها يعني. فابتدت الكروم ابتدى يتفوق علينا شويه، طبعا انت عارف الناحيه الماديه بتبقى لانديه الاقاليم بتبقى مهمه شويه للعيبه، فابتدى ما ينفذش اللائحه وابتدت النتائج بتاعتنا تبقى اقل شويه من الدور الاولاني، ابتدى نادي الكروم يقرب مننا، ابتدت طبعا المسيره تقف شويه نظرا لان النادي ابتدى يخالف القواعد اللي احنا متفقين عليها من اول السنه، ونادي الكروم طلع علينا في السنه دي.
سبت نادي غزل دمياط ورحت نادي كفر الشيخ. ما تقرصتش من الإدارة. رحت نادي كفر الشيخ، نفس المشاكل اللي قابلتني في غزل دمياط قابلتني في نادي كفر الشيخ برضو. الناحية الإدارية عندهم يعني كانت صعبة جدا في أيامها، وما فيش التزامات اللي احنا كنا متفقين عليها في أول السنة، إن احنا لازم يبقى في مكافآت تصاعدية للعيبة عشان نقدر نصعد، برغم إن احنا تقدمنا في نص الموسم إن احنا ابتدينا نحتل المراكز المتقدمة في الثلاثة الأولين، وخلاص داخلين ابتدوا يخلفوا كلامهم معايا وابتدوا ما ينفذوش اللائحة، فاعتذرت في نص الموسم ومشيت. روحت نادي المنيا بعديها على طول، روحت نادي المنيا ومسكت الفريق الأول وهو في الدوري الممتاز. طلبت منهم في بداية الموسم إن احنا نضم مجموعة من اللعيبة، فقالوا لي طيب هنجيب لك يعني الكلام بيبقى حاجة والأمور بتبقى حاجة تانية لما نيجي ننفذ يعني، فما نفذوش كلامهم معايا بعد شهرين ثلاثة كده، برغم إن احنا يعني ما عملناش نتائج سيئة يعني. تعادلنا مع الاتحاد في اسكندريه 1-1، كان ماتش الزمالك هو النهائي بالنسبه لي، الزمالك كسبنا في اسيوط 2-0. هم ما وفوش بعدهم معايا انهم هيجيبوا لي لعيبه، ما بينفذوش للعيبه طلباتها في خلال السنه، فاعتذرت عن تكمله الموسم معاهم. واحد استقبلني في النادي الاهلي الكابتن ميمي عبد الحميد، رفعت الفنجاني هو اللي لعبني في النادي الاهلي وشافني بلعب، قال لك اللعيب دوت هيبقى اللي يدور معايا بيقطع الكرات، وبالتالي اطلقوا عليه ملك المدافعين يعني. عملوا لي حفل التكريم الحقيقه، من النوادر اللي بتحصل في السعوديه ان يعملوا مجلس الاداره يعمل حفل تكريم لاي حد ماشي. انا كنت ماسك الاكاديميات كلها لغايه السنه اللي فاتت، ما اشتغلتش في الاكاديميات.